هناك فائدة أخيرة تتعلق بهذا الحديث، وهو أن هذا الحديث ورد في الصحيحين: هلك كسرى، فلا كسرى بعده. وفي رواية في الصحيحين: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. وورد عند مسلم: مات كسرى. فكيف نوفق؟ يقول: إذا هلك كسرى، ثم يثبت أنه هلك كسرى ومات كسرى. فقال القرطبي رحمه الله كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله عنه في الفتح: من أن أبا هريرة سمع حديثا قبل وفاة كسرى وسمع الحديث الآخر بعد وفاة كسرى. ويمكن أن يكون معنى الهلاك هلاك كسرى، يعني هلاك مملكته، وأما موت كسرى فموته حقيقة. وقال ابن حجر رحمه الله: أحسن منه أنه لما قال هلك كسرى بمعنى أنه قد وقع، مع أنه لم يقع، لقوله إذا وقع، لأنه سيقع في المستقبل مما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا هلك كسرى، قال إن رواية هلك كسرى بمعنى أنه تحقق وقوعه ولو لم يقع في الآن، لكن سيقع. لما؟ لأن ما أخبر به الشرع مما سيقع سيقع لا محالة، مثل قوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. هل أتى؟ لكن أتى بصيغة الماضي، لأنه آت لا محالة، لأنه آت لا محالة.